صباح الورد والخير والعافية عليكم مشاهدينا، نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي صباحكم. بداية صباح نتمنى تكون موفقة لكم، وأكيد إحنا اليوم بوسط الأسبوع أو بنص الأسبوع، نتمنى لكم أسبوع يكون موفق وحافل بالأشياء اللي تطمحون لها. يسعد صباحك بلال. صباح الخير آية، ونبلش من عدكم خبر. خبرنا الأول من مديرية الجوازات العامة، حيث حددت المديرية بداية شهر كانون الأول المقبل موعداً لإصدار الجواز الإلكتروني، مؤكدة استمرارها بإصدار الجواز العادي. مدير الجوازات العميد ماجد عدنان بيّن أنه الجواز الإلكتروني يحمل أكثر من 15 إلى 18 علامة أمنية ظاهرة ومخفية، وبالتالي راح يكون من الصعب جداً التلاعب به أو تزويره لاحتواء على شريحة السيم كارت اللي يضم جميع المعلومات المتعلقة بحامل الجواز. وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث التقديم الإلكتروني على الجامعات والكليات الأهلية حتى مساء يوم الخميس المقبل، يعني لنهاية الأسبوع الجاري الموافق 17 تشرين الثاني. الوزارة ذكرت المتقدمين مرة أخرى بأنه عملية التقديم والقبول والتسجيل في تمام تقريبا بالكامل عن طريق البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي والأهلي وتطبيقها الإلكتروني، ونفت وجود أي إجراء خارج هذا النظام سواء بدفع أجور أو حجز مقاعد أو شراء وصولات أو قبول ورقي. أعلنت وزارة الموارد المائية إعداد خطة من محورين لتقليل آثار شح المياه بالتزامن مع وضع دراسة استراتيجية لتوسيع استخدامات المياه الجوفية لمواجهة تداعيات الجفاف في العراق. المتحدث باسم الوزارة علي راضي فصل في تصريحات رسمية بأنه الخطة تركز على توزيع المياه بشكل عادل للقطاعات كافة بالزراعية والمياه الخام لمحطات الإسالة وحصة الأهوار، والمحور الآخر من الخطة راح يتضمن انفتاح العراق في العلاقات مع دول المنبع. أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي رصد أكثر من 2,500,000 متقدم على استمارة التسجيل في قاعدة الفقر. الوزارة ذكرت أنه عدد الأسر المسجلة من فئة الرجال، يعني اللي عيلها الرجل، بلغت أكثر من 2,000,000 أسرة، في حين بلغ عدد الأسر اللي تعيلها النساء 496,352 أسرة. هذا كان آخر أخبار بحلقة اليوم، خلينا نروح نشوف الطقس ونرجع لكم. ومن الطقس ودرجات الحرارة إلى شوارع العاصمة بغداد، حتى نعرف وين تتركز أغلب الازدحامات وشنو الطرق السالكة والمزدحمة ببداية صباح هذا اليوم.
دقائق من الاسترخاء ورؤية الألوان الجميلة والهادئة مع فقرة بستان ورود. نروح نشوف هذه الدقائق ونرجع لكم. مرحبا وصباح الخير عليكم في فقرة بستان ورود. اليوم رح نحكي عن نبات داخلي واللي هو نبات العنكبوت أو لبلاب العنكبوت. هذا النبات يعتبر من النباتات المزهرة، أوراقه تكون جدا طويلة توصل إلى 45 سنتيم وتكون مقلمة باللون الأخضر الفاتح واللون الأصفر. هذا النبات يعتبر من النباتات اللي تنقي الجو واللي تساهم بشكل كبير في تنقية أو تقليل من الملوثات المحيطة بالجو. هذا النبات يتحمل إضاءات كلش قليلة، يعني ما عنده مشكلة بالإضاءة الخافتة، يعني ممكن يعيش بالبيت، بس ما نتوقع من عنده نمو كلش سريع إلا إذا عرضناه الضوء لفترات كلش طويلة وضوء قوي جدا، راح نلاحظ سرعة بعملية النمو. هذا النبات يتحمل جفاف التربة بشكل كلش كبير، بس للأسف إذا ظل الفترة كلش طويلة بدون مي راح يفقد لونه ويتحول للون الفاتح، بس بمجرد ما نسقي راح يرجع للون الطبيعي مالته اللي هو الأخضر الفاتح ويا الأصفر المقلم. وأكيد التربة تكون خفيفة وتكون تصريفها جيد مثل تربة البتموس، وممكن نخلط البتموس ويا البرلايت راح يصير عندنا تربة جيدة التصريف ومناسبة لهذا النبات. أما بالنسبة للسندانة فضروري ضروري نبتعد عن أنه نكبر السندانة كل ما يكبر النبات، لأن هو يحب السندانة الصغيرة، بس بحالة واحدة إذا الجذور كلش كبرت ممكن نغير السندانة بس بكبر جدا بسيط. يتكاثر العنكبوت من خلال طريقتين، الطريقة الأولى هي تجذير الأزهار بالماء، ومن الجذر رأسا نغرسها بالتربة أو عن طريق الترقيد. ترقيد النبتة ويا الساق المتصل بالنبات الأم نخليه بالتربة، من بعدها رح يطلع لنا نبات جديد. نبات العنكبوت من النباتات اللي تقاوم جفاف التربة واللي تكون العناية به جدا قليلة، فممكن أي أحد هاوي نباتات أو مبتدأ بالزراعة أو يريد يربي نباتات فأنصحه يبدي بنبات العنكبوت. ولهنا وصلنا لنهاية فقرتنا لهذا اليوم، إن شاء الله يا رب تكونون استفاديتوا من هاي المعلومات البسيطة عن نبات العنكبوت. خلونا نرجع للاستوديو. شكرا جزيلا نبأ الفارس، شكرا لكل هذه المعلومات اللي تخص النباتات، وانت اليوم لابسه قميص كله ورد والوان حلوه، فشكرا. واكيد نتمنى الاهتمام يكون اكثر بالنباتات خصوصا مع تغير الجو. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. اليوم ضيفنا مثال يحتذى به، بدأ التصوير وتقريبا بعام 2009 كمصور فوتوغرافي، وشد هذا المجال أكثر إلى أن وصل إلى عام 2017 وبدأ بتصوير الفيديو، ثم مدير للتصوير، صور وأخرج وأدار التصوير في عدد كبير من الأعمال الفنية والدرامية وكذلك الإعلانية. اليوم نرحب بضيفنا المصور وأكثر من مجال اشتغل، إيهاب رافد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك إيهاب. إيهاب، شو وقت تأخذ الصورة؟ يعني نظامك إياها أفضل تمشي وياي على داخل. إيهاب، أريد أعرف من عندك، أنت من المصورين المتمردين على على واقع التصوير، خاصة بوقت أنت ظهرت يعني ببداية التغييرات بالتطور التصوير، اليوم شنو رأيتك للي دشوفه من المصورين؟
مصورين فوتوغراف قصدك لو أي الفيديو فوتوغراف أول شيء فوتوغراف صار تجارة يعني صار مهنة يعني مو فن يعني قام واحد يروح يلم فلوس يشتري أي. كاميرا على مود يروح يصور كم لقطة أي. ويحصل معدها فلوس بس أي فصار هواي كلش الفوتوغراف يعني صار تلقى بين ثلاث شباب الرابع مالتهم فوتوغراف مالتهم هو يصورهم لهم ويسترزق بنفسه صار بعد هذا المصور اي يعني الفيديو صار فن الفيديو يعني اداره التصوير تختلف عن انه مصور فيديو مصور زي. الفيديو يشيل كاميرا بسيطه دي اس ال ار اللي هي تصير صغيره مو الكاميرا السينماتيك راح يبلش يصور اي شيء يشوفه بتكاليف بسيطه وهذا الشيء عادي ما في مشكله بس يبقى المفهوم بيناتهم بعد الحد الآن أكون الناس المتلقي ما دي يفرق بيناتهم شنو المفهوم اللي أنت يعني تعتقد أنه هذا المفهوم لازم اللي يصور فوتو لازم يفتهمه واللي يصور فيديو لازم يفتهمه يعني أكو معايير أوكي هي مو ستاندرد هو بالأخير فن ما بي معايير ثابتة لازم نحن نثبت عليها وخلاص نعم بس أكو شغلات لازم ما ننزل جواها على مود ننزل بالكواليتي ننزل في سبيل الأسعار يعني هذا الشيء كلش يتداول موضوع الأسعار إنه سوي لي أي شيء بفلان سعر هي هاي المشكلة اللي تصير فالإعلان بطريقة بروفيشنال وبهاي بوجت راح يقوم يعطي انطباع يختلف عن الإعلان اللي هو الكاميرا وحدها تفتر بالمكان طلع ديكور المكان حلو خلينا نحكي عن تجربتك وبالكليب احنا طبعا ايهاب عنده لمسات بيو تي في من خلال مسلسل ضرب الزاويه بس خلي نيجي بالكليب نحكي عن كليب شذا حسون وأورا ستار واكثر من كليب انت اشتغلت بس اريد اعرف الكليب الاخير كان بي يعني اضاءه حلوه لايتنج يعني مختلف الصوره الكواليتي يا ريت تحكي لنا عن هاي التجربه طبعا هاي تجربه كانت تحدي بالنسبه لي لان شذا حسون هذا اول كليب كانت صوره ببغداد يعني هي غياب طويل كانت يعني برا العراق اول ما جتي اختارت انه انا اصور لها الكليب وانا خرجه وانا مدير التصوير زين فقلت لازم اسوي شيء كلش ديفرنت اخراج واداره التصوير اخراج واداره التصوير كانت زين اوكي وارت دايركتور زين اوكي فقلت انه لازم احط تاتش تقول انه اكو ميوزك فيديو حلو يطلع بالعراق زين وبنفس الوقت كادر كله عراقي هذا كلش مهم الموضوع كل الكادر كل الكادر عراقي وطلعنا شيء الازياء كانت كلها فينتج اذا تذكر صح. اوكي الديكور كله كان فينتج يعني ادق التفاصيل اهتميت بها وللعلم انه انا تبلغت انه لازم اصور الكليب قبل 3 ايام يعني انا عندي تحضير 3 ايام بس وعندي كومبارس كلش هواي لازم البسهم ازياء قديمه أيه؟ وكلها تفصال تعرف ان هذا طبعا اوكي أيه؟ اكيد سلام ديكوريشن بوقتها لا مو سلام مو سلام ملحق سلام زين زين فتعبنا كلش عم نطلع كل الديتيل صح لان احنا البوجت كان عالي لو يعني لا متوسط أيه؟ اوكي بس انا بس طلعت بنتيجه جيده طلعت بنتيجه جيده لان يعني كان التارجت مالتي ابد مو بوجت واني كنت مستعد انه يعني كل شيء اسوي انه يطلع شيء صح لأن أول كليب الفنانة تعتبر عربية وستار أكاديمي يعني المفروض يطلع شيء هي ستار يعني بالأخير أوكي. أنا أريد أعرف اليوم أغلب الشباب هم يتوجهون لصناعة المواد الإعلانية يعني اليوم صار التوجه للإعلانات بشكل يعني بصراحة يمكن أبو أي محل ممكن أنه يحتاج يشغل إعلان بطريقة جيدة ومدروسة أريد أعرف شغلك بالإعلانات شلون تشوفه أنت وشنو اللي يميز إيهاب بشغله بالإعلانات؟ هو مو بس إيهاب بصراحة إحنا تيم كامل الإعلان الإعلان صناعة حالة حال السينما حال الدراما لأن إحنا راح نكون تاتش ويا المتلقي بصورة كلش عميقة وقت قصير إحنا عندنا 30 ثانية لازم نوصل به لازم نخلي الإعلان يظل يشتغل يظل مثل ما إحنا سمير نتذكر لحد الآن تمام لازم مثل ما هواي اعلانات قديمه لحد الان احنا ببالنا صح توتو كل شامبو سنان وغيره ايه. تمام فلازم قاعده على دنيتي لا بس هذا الجيل يعني انا كنت طفل واتذكر يا سميري كنا نعرف يا سمير صح فريندو فريندو بالضبط ايه.
فاني احاول انه اوصل الاعلان بهذه الطريقه. مثل ما صار هسه الاعلان يتغنى، خلاص الاعلان يقوم يشتغل بالسياره، يقوم يشتغل باي مكان، بحفله يشغلون الاعلان اللي هو اصلا صار ترند يدخل. بالضبط صار ترند، ملايين المشاهدات. ليش؟ لان يلعبون على الجانب النفسي مال المتلقي، وهذا هو الاعلان المفروض هيك يصير. احنا نوصل المسج. احنا عندنا مشكله طريقه سلسه، عندنا مشكله كلش كبيره اللي هي اللو بجت. اللو بجت دا نعاني من عند كل شركات الاعلان. اي يعني دا يجي يقول لك هي كاميرتك وتعال صور لي طلع لي شيء صح. اي وهذا هم ترى هو مو من فراغ اجى، لان اكو يعني اكو غير شيء. بالضبط اكو اهم دخلاء على المهنه اللي يشتغل باي سعر كان وشون ما كان. بالضبط هي هاي هذا هم مشكله يعني. اي احنا ما نريد نحارب احد نقول له تعال لا لا تشتغل. إيه؟ بس يعني صناعه الاعلان المفروض يكون اكو بيها تمييز بين زين. ثقافه يعني اصحاب الشركات وين تشوفها؟ وصلنا الى البراندات العالميه اللي عندهم الاعلان ممكن يكلف مليون دولار، ممكن يعطي ارقام خياليه على مود الاعلان، لو بعدنا ما واصلين هالمرحله. احنا ما وصلنا بس راح نوصل قريبا. يعني اكو هواي شركات قام يفرق بين الاعلان اللي يصير هيوج وبين الاعلان البسيط. الاعلان البسيط هو ديجيتال كونتنت، يعني اوكي ينزل يوميه تنزله، تجيب تيم على السوشيال ميديا يسوي لك شغلات بسيطه وتنزلها. هذا يختلف عن البراند اويرنس اللي انت تخلي براندك ينحكي بيه بدون ما يدري، بدون ما يحس. يعني احنا هسه اكو يانا خبير نفسي يشتغل على هذا الموضوع، يقول لنا احنا لازم نخلي هاي الكلمه على مود تقدر تاثر بالمتلقي بهاي المده 30 ثانيه. حلو. وبنفس الوقت العامل معادل الصوري، لازم احنا نطلع صوره مرسومه. نعم. اريد ارجع وياك. نعم. اريد ارجع وياك للفوتو وتصوير الفوتو. اليوم مثل ما تذكرت ببدايه حديثك هو ناسي الفوتو هسه. بالضبط هو هذا اللي انا اريد اقوله، انه هو صار للاسف انه هو تجاره، وصار اي شخص يقدر يصور ويعتقد انه خلص الموضوع ها هي لهنا وانتهى. ليش شويه ابتعدت عن الفوتو؟ ابتعدت عن الفوتو لان الانكم ضعيف. مو بس الانكم ضعيف، ظليت وياه فتره طويله. احنا يعني انا كلش احب مبدا الاساس والستيب باي ستيب. يعني انا بلشت انا طفل بالفوتوغراف، يعني انا نجحت في السادس ابتدائي، ابوي جاب لي هديه كاميرا. اوكي ما بقيت شيء بالدنيا ما صورته، اي شيء اشوفه بحياتي راح اصوره. هي كانت انالوج، فانا اروح اطبع وشفت انه انا من اطبع الصوره اعطي الشخص الصوره مالته يفرح كلش. هذا الشيء كان كلش يفرحني. بالمناسبه خلي شوي احكي لكم سر من اسرار ايهاب، وهم زين ما ينعرض هذا السر، لان اذا ينعرض تمام يعرف هاي الصور. بالمناسبه ايهاب هو اللي اخترع هذه الصور اللي كتب عليها ماكو. في زمن كان ماكو فوتوشوب عالي عند المصورين الفوتوغراف، فهو اجاهم بالفوتوشوب الجديد اللي واحد معلق واحد طاير. يعني سويت يعني هاي قبل اكو فنانات يعني ايه؟ اكو جليله جت قالت لي طيرني، فنانه جليله المغربيه تحيه جت لبغداد قالت لي طيرني مثل ما انت طاير بالصوره هيك. ايه؟ اوكي. فانا كنت احب انه اسوي شيء كرييتيف وجديد، بس هسه وصلنا مرحله الكوبي انه ايه؟ انت اكو قدامك مواقع كلش هوايه الذكاء الاصطناعي، تروح تكتب له انه انا اريد فلان صوره راح يعطيك اياها. خلص فوتوغراف خلاص انطاك بس ومنتهى. الفوتوغراف مدرسه على مود تصعد. بس ما الى صراحه ما الى تقييم حاليا، يعني ببغداد ماكو مثلا هسه تروح المصور الى قيمه عاليه لانه هو ينطيك شيء جديد وينطيك ما راح ينطيك، يعني ورا نص ساعه ينزل شيء اجدد. اي يعني ما راح تلحق انت تمدحه. انت شيء جديد بشنو؟ انت تقصد باللقطات، لو تقصد بالمعدات، لو تقصد بالافكار اللي دا تنطرح بالسوق ودا يصير متابعه والمصور دا يتابع حتى يقدر يطرحها للزبون، من اي ناحيه؟ هي بالاخير الاكويبمنت في شيء بعد انت يعني صار انه المصور مو المعدات، يعني اهم شيء المصور، لان يعني عندنا فوتوشوب اوكي، بس الشيء اللي المفروض يعني يتطور اللي هو اللايتنج. كل ما يطلع الشيء لايتنج احلى كل ما يطلع الشغل احلى، وهو هذا اللي خلاني اوصل لمرحله انه انا اكون مدير تصوير بهذا عمري. يعني المفروض اني مدير تصوير مشيب يلا اصير مدير تصوير. اي صح. بس انا بلشت صغير بالفوتوغراف، يعني انا كنت اوقف الفريم تمام اطلع صوره حلوه باللايتنج بس ما اعرف احركه صغير. فوصلت انه انا 13 سنه انا اجمع فريمات بدماغي، فأنا من اجي هسه اريد اصور فيديو راح اعرف اللايتنج شلون امشيه لمده دقيقه او دقيقتين او ثلاث دقائق
او اكون انا ويا مخرج بالدراما راح اقدر اني اطلع له الشيء اللي يريده. يعني انا دراما يعني بعد مو هسه مال انه انا اكون مخرج. بس انت عندك ضربه زاويه تجربه حلوه. ايه كنت انا مدير تصوير سكشن 2 وطلعت شغل الحمد لله. انه شلون كانت التجربه؟ ضربه زاويه يعني عظيم. عمل حماسي وبحركه وباكشن. ضربه زاويه يعني كنا 18 ساعه باليوم نصور تمام. وانا كنت متمسك بالاجتهاد هيك بحيث كان بيدي الكاميرا ما هدي. يعني انا ارجع للبيت المفروض انام 18 ساعه اوكي. انا انام لي ساعه ساعتين اقعد افكر ايش راح اسوي باكر اوكي. حلو. النص عندي اقراه. انا ممثلين ينصدمون انت ليش حافظ النص؟ تشع عليك انت دي او بي ليش حافظ النص؟ بس انا حافظ النص عم اشوف انه انا ايش اقدر اضيف وايش اقدر اتناقش ويا الدي او بي الموجود وياي اللبناني في كين والدايركتر اللي هو استاذ علاء الانصاري. حلو. طبعا استاذ علاء الانصاري هو مخرج مهم وبصمته كانت واضحه واصلا حتى اختياره للممثلين الشباب وللكادر الفني الشاب هذا هم مهم. بالضبط كانت هاي وجوه جديده وهسه شفتهم انت كلهم. اي قبل قليل انت تحدثت عن تجربتك بالكليب واجى ببالي السؤال وانت هسه يعني تسولف عن الدراما بين الدراما وبين الاعلان بين الكليب والاخراج والاداره وكذا، شلون قدرت بين كل هذولي وهم كل واحد بالمناسبه كل واحد عالم الخاص. اي يعني الدراما عالم، الفوتوغراف عالم، الكليب عالم اخر تماما يعني الا مختصين يعني. نرجع للمدرسة اللي هو الفوتوغراف. الفوتوغراف مدرسة كلش قوية لعين المصور. ونرجع للموهبة، الحمد لله موهبة. طبعا. يعني من الطفل من هو صغير يكمش الكاميرا. يعني ياخذ صورة يبين انه هو اكو شيء عنده، بس لازم يجتهد عليها، يعني هذا الشيء كلش مهم. واني موضوع التغذية البصرية فشيء. التغذية البصرية. هذا يعني ادعو كل مصور انه هو ما يوزن. تغذي بصرك شلون؟ يعني يباوع اكثر يدقق بالتفاصيل اكثر. يعني انا من اشوف يعني فيلم ما بعرف تتابع مواقع لو تتابع شغل مصورين لو شلون مو يعني. شغل لا اباع كل شيء اوكي. اباع الحلو والمحلو. المحلو ما اسوي واعرف ليش محلو، واباع الحلو ارد اعرف اظل اتاكد انه ليش بالضبط شو مسوين ايش حاطين لايتنج شنو وليش حلو اساسا. اخر شيء اريد اسالك على شنو معترض انت؟ انا معترض بصراحه هذا الموضوع يزعل هواي ناس بس معترض على موضوع الفنيين اللي يجون من برا يشتغلون عندنا ببغداد، مو بس ببغداد بالعراق كله. ليش؟ يعني احنا عندنا مدراء تصوير كلش حلو شغلهم وعيونهم حلوه واذا يطلعون كواليتي صح حالنا حال بقيه الوطن العربي تمام؟ حلو واحتمال احلى. اها بس اللي دا يصير انه المنتج او المخرج دا يروح يجيب فنيين من برا على مود يقول لك هذول انا موجودين اخليهم يمي بالفندق. السبب شنو؟ التكاليف؟ تكاليف اقل بالضبط. اها اي يعني فرق العمله فرق الدولار بغير دول، يعني من ياخذ ال 10,000 دولار عنده فد رقم خيالي تمام. وبنفس الوقت راح يجي يقول لك هذا انا جبت مصور من فلان دوله. يعني هذا الموضوع احنا هاي العقده اللي عندنا، هذا اللي نعاني من عنده لان احنا رمضان راح ولا دي او بي عراقي نازل، انت تدري ولا ما تدري؟ ولا مدير تصوير نازل بدراما عمل درامي. زين احنا شلون راح نحتك؟ شلون راح واحد بالله والمخرجين شلون حيصير كيمستري بيني وبين المخرج اذا انا ما مشتغل وياه ولا عمل درامي؟ غير احنا نريد نطور الدراما مالتنا. صح. والعلم بالاخير اللي يجي من برا يجي يخلص عقده ويطلع يقول انا بعد مالي علاقه. في حين بنفس الوقت بنفس الوقت انا اللي اعرفه حتى مدراء تصوير تجيهم عروض من برا. بالضبط. يعني انا يعني تدري انا اشتغلت بغير دول ونزلت باعمال حلوه وهيك. احنا رحنا بس بنفس الوقت ليش مو احنا؟ اي بس الدول اللي رحت بيها كانت شرطهم انه انت اوكي انزل صور وياي، بس انا اسم المدير تصوير ما تنزل اسمه قبلت حافظين على مدير تصويرهم وعلى خلاص. انا ما اقدر قدام العالم اقول لهم اني تركي وجبت مصور عراقي. احنا هنا ماكو، بالعكس يتباهى انه اكو مصور. يعني انا الباحه صديقي نازل بمسلسل خابرني قال لي هاب خلصنا العمل البارحه، قلت له منو مدير التصوير؟ قال من فلان دوله. ليش؟ قلت لهم رجعنا عندنا الموضوع نفس الشيء. نفس الشيء بالضبط. هاي ما النقابه ما لها علاقه؟ هي ما مركزه على هذا الموضوع، واتمنى تركز وتسلط الضوء على هذا الموضوع وتشوف انه احنا لازم يحتكون العراقيين بالدراما وينزل مدير تصوير. يعني مو يجي ينزل ويا الكادر من غير دوله
وينزل وياه مساعد، ما يصير. وصر اكو ممكن مفاجاه تصير اثناء العمل انه ماكو يعني بيناتهم كيمياء صايره. بالضبط، لازم يصير. احنا شلون نطور دراماتنا؟ انا شلون المساعد مالتي راح يتعلم من عندي، راح يصير مدير تصوير بعدين. نعم صح. نعم ايهاب، احنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. يعني ما شاء الله عليك، يعني صراحه احنا نفرح بكل هذه الخطوات الموفقه لشباب صراحه. يعني هذه المعلومات يمكن واحد يتخيل انه لازم شويه يكون اكبر بعد بالعمر مثل ما انت ذكرت شويه تكون مشيب، فاحنا نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا. شكرا ايهاب. مشاهدينا باقين ومكملين وياكم، لكن راح اروح الى فاصل قصير نرجع لكم، ابقوا ويانا. جديد، اهلا بكم مشاهدينا، فقراتنا مستمره والان فقره تواصل. خلينا نتابع شنو اهم الاشياء اللي داولتها مواقع التواصل الاجتماعي. من الجميل ان يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق عمل ايجابي من صبيه صغار وشباب في مقتبل العمر، حمله خلونا نشجرها اطلقها طلبه المدارس في مدينه الموصل لزراعه الاف الاشجار في غابات المدينه. طبعا خلال الاشهر الماضيه تعرضت غابات الموصل لحرائق كبيره، لكن اهل الموصل اعادوا الحياه لتلك الغابات، و أطلق طلبة المدارس حملة تشجير واسعة لاقت إشادة من مختلف العراقيين بوقت إحنا بأمس الحاجة للتشجير، وخاصة بهذه الأجواء أيضا أنه نشوف مبادرات وطنية واعية تكون من رغبة شباب وفتية صغار بالعمر. نعم. أما في أخبار الفن عربيا، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلا جماهريا حاشدا في العاصمة الفرنسية باريس، طغت عليه أجواء مميزة وقد اعتاد جمهورها سنويا أن يحضرها، وهذه هي المرة الرابعة التي تغني بها إليسا على مسرح الأولمبيا. طبعا يعني الفنانة إليسا غنت للراحلة داليدا بالفرنسية وشكرت جمهورها قائلة: لا يمكنني أبدا التعود على هذه اللحظة، فهي تجلب لي الكثير من الدفء والحب والسعادة. تحظى الصور ومقاطع الفيديو التي توثق مغامرات خطيرة بمتابعات كبيرة على مواقع أو كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها رجل مسترخ على أرجوحة بين قمتي جبلين في إسبانيا، حيث يظهر رجل في صورة مخيفة وهو مسترق على أرجوحة تبدو كما لو أنها معلقة في الهواء. طبعا حظي الفيديو الذي قيل انه صور في جبال البيرنيه بمتابعه كبيره على مواقع التواصل، كما علق كثيرون على المغامر او المغامره نفسها، وتساءل كثيرون كيف وصل هذا المجنون الى هذا المكان المرعب. يعني ما ادري، بس هو فعلا شلون وصل؟ لا المكان كلش يخوف. مشاهدينا في خبرنا الاخر، بين جنون والطرفه اجبرت عروس هنديه زوجها على توقيع عقد زفاف يتضمن بندا غريبا متعلقا بالفتره التي يسمح له بالبقاء خارج المنزل لكن مع اصدقائه. طبعا جاءت فكره عقد الزواج الغريب مع اصدقاء الزوج، حيث طلبوا من العروس أن يتضمن العقد بندا يسمح له لزوجها بقضاء الوقت مع يعني رفاقه حتى الساعة 9 مساء.
ومن الشروط التي تضمنها عقد الزواج حسب ما ذكر موقع إنديان إكسبرس، تعهد العروس بألا تتصل بزوجها عندما يكون مع أصدقائه. أعتقد هذا الطلب راح يكون يعني هو مطلب جماهيري. أنا هذا اللي أعتقد، هاي العروس فتحت يعني أبواب ما راح تغلق أبداً. في حفل اختلف عن سابقاته بما عزف وتم غنائه الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي تطرب مسامع جمهورها مرة أخرى على خشبة المسرح الوطني في بغداد، وهذه المرة هيمن التنويع على ما تم عزفه حيث خرجت من الآلات والحناجر لأعضاء الفرقة أطوار مختلفة عن السابق كالطور الجنوبي وغناء الغربية. علي نادر أو عفوا علي مروان كان حاضر وأعد لنا هذا التقرير. واحدة من أمسيات بغدادنا الجميلة، الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي راح تعيشنا بجو من نغم الزمن الجميل وبأصوات ترجعنا لتراثنا الموسيقي العراقي. تعالوا يانا نتمتع بهاي الأجواء سوية، يلا. أصلاً الفرقة أسست على أساس أنه هي متخصصة بالغناء العراقي، يعني بدون تحديد، يعني مو بغدادي وإنما بكل أطيافها وألوانها التراثية. الفرقة أيضاً آلاتها الموسيقية كلها عراقية، العود والقانون والناي والجوزة والسنطور والدفوف، بها أيضاً خصوصية، ونستخدم الآلات الأخرى المطبج والربابة وهكذا الآلات اللي تستخدم في عموم العراق. هذه أعتقد نقطة تضاف لنا أو نعتز بها كوننا إحنا نبحث عن أو نثبت أو نعزز الهوية الوطنية العراقية اللي هواي مسببات انحرفت عن اتجاهها الصحيح. حفلة دا نتفاجأ بإقبال الجمهور، واللي دا يصدمنا إنه الجمهور ما دا يجون مثلاً بعمري أو يعني العفو ما دا يجون أعمار كبيرة، دا يجون بعمري وأعمار صغيرة، فهذا الشيء حلو يشجعنا إنه لأنه حسيت وصلت رسالتنا إنه الجيل هذا يسمع الأغاني التراثية. واليوم شفتوني قدمت أغنية هلابك للفنان الدكتور فاضل عواد، أغنية صراحة يعني فتشي أنا كلش أحبها. والله صراحة يعني كل الحفلات يعني دائما تكون بها فرح وتكون بها يعني ردة فعل الجماهير، يعني تزرع بداخلنا البهجة صراحة والاندفاع نحو الإبداع. اليوم طبعا كان مفاجأة الحفل اللي سمعتوه مطرب الأطوار الريفية حسين جبار، صراحة أثر عليه تأثير كلش يعني قوي، حتى ما قدرت تمالكة نفسي قبل يعني بشيت، فحسيت انه اثر على ادائي، بس ان شاء الله يعني هو نال رضا الجمهور. بغداد انت الذي والحق يعرفها،
عن حسنا فعل المايسترو علاء مجيد بإضافة المقام العراقي لهذه الفرقة الكبيرة والجميلة، حيث قدمنا ونقدم دائما في كافة احتفالات المقامات العراقية والبستات البغدادية، وإن شاء الله نأمل بأن المقام العراقي يأخذ يعني المجال الحقيقي والفرصة الحقيقية ليتعرف هذا الجيل، جيل الشباب، على إبداعات عباقرة العراقيين القدماء في مجال الموسيقى والغناء. السومريات بشكل عام فرقة نسوية من شابات كلهم عازفات وكلهم أصوات جميلة، نتكلم عن 45 إلى 50 شابة متمكنة موسيقيا وغنائيا. أنا صار فترة أدربهم تدريب يعني خلي أسميه صعب، حتى يعني أطلقهم خليهم ينطلقون انطلاقة كبيرة ومؤثرة. أتوقع خلال الأسبوعين الثلاثة القادمة راح تنطلق وتشكل حدث فني عراقي كبير جدا. شكرا جزيلا للزميل علي مروان، شكرا لان كنت موجود بهذا الحفل. انت هم كنت موجوده؟ وانا هم كنت موجوده ايه؟ بس ما طلعوني بالحفل وطلعوني بالتصوير ايه؟ يعني فعلا كان حفل ممتع وفعلا صباحي كله موجود كان بالضبط، فريق الاعداد ايضا كان ما عدا تمام طبعا مشغول، ومع ذاك انت ايضا بلال ايه؟ انت همين لما كنت موجود انتوا ناقلين الصوره بالضبط، احنا اجينا سولفنا لك بعد هذا المهم. فعلا كان حفل مهم وكان منوع بمختلف الوان الغناء العراقي. الاستاذ علاء مجيد والفرقه الوطنيه فعلا امتعوا الجمهور، وفعلا التذاكر كانت سولد اوت ونفذت جميعها، والجمهور كان مستمتع ومتذوق، فعلا كانت نخبه من المستمعين ومحبي الموسيقى. نتمنى لهم كل التوفيق واكيد احنا موجودين بالحفلات القادمه. مشاهدينا من الموسيقى شنو عندنا بلال؟ إلى الأطفال وإلى المدارس، وإحنا بعدنا بالعام الدراسي، واليوم راح نحكي عن موضوع تطوير الأطفال سواء كان بالمدارس أو برياض الأطفال. نعم، التلميذ وبدايته مع المدرسة ربما تكون صعبة ببداية كل عام دراسي، ودائما تتطلب من الطالب كثير من المهام ولها دور أساسي بتشكيل شخصيته، فضلا عن آرائه المستقبلية، والتعاون يكون دائما بينه وبين الأب والأم أو الأسرة والمدرسة بشكل عام لازم يكون ضروري حتى يكون أكو نجاح ويقدرون يساهمون بنهضته بالعملية التربوية وكذلك التعليمية. طبعا حياة التلميذ الدراسية ما تنفصل عن حياته اليومية بالبيت، وتعد المدرسة شريك أساسي بعملية التنشئة الاجتماعية للتلميذ، بل تعد الفاعل المؤثر الأكثر أهمية
بحياته. والحديث أكثر عن هذا الموضوع رحب بضيفتنا الدكتورة بان إسماعيل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك. يعني صراحة موضوع الأطفال صعب والتعامل وياهم صعب. إحنا نريد نعرف هسه بالبداية، إحنا نريد نحكي عن تطوير الطفل، بس هو شون إحنا نروضه أول شيء بعدين نبدي بتطويره؟ نأهل دخول المدرسة اللي هي مرحلة الرياض الأطفال، من المراحل جدا ضرورية اللي هاي الفترة العمرية للطفل اللي يدخل رياض الأطفال لكي يتأهل لدخول المدرسة. نلاحظ هناك فرق شاسع بين الأطفال اللي دخلوا رياض الأطفال من يذهبون للمدرسة إنه هم مستعدين صح. كامل الاستعداد، وشوفوا إنه يجي يدخل يعرف الصف يعرف المعلمة، ما عنده مشكلة، ما عنده أبدا نهائيا مشكلة. فرق بين الطفل اللي ما داخل روضة ما شايف صف، شكل غريب عليه، بيئة غريبة، صدمة تصير عنده جدا، يعني بيئة غريبة، من راح ينتقل من بيئة الأم البيئة المنزل إلى بيئة المدرسة مباشرة. ولهاي المرحلة أنه نواجه جدا صعوبات. البداية العام الدراسي اللي هو شهر كامل بالروضة نواجه جدا صعوبات، يعني أكو أطفال عندهم رهاب الانفصال. رهاب الانفصال جدا ضروري أنه الأم تعرفه. أكو أطفال تشوف طفل الصغير متعلق بأمه، الكبير ما متعلق بأمه. زين. فالكبير من يسجله بالمدرسة دايركت أو بالروضة دايركت يتأقلم وما يبكي وما أسهل. أسهل. أنا عندي هواية توم نفس الصف، الصغير مثلا اللي جاي قبله بساعات يبكي متعلق بأمه، وأخوه لا خلاء نهائيا هو توم. نهائيا يدخل الصف بس من يشوف أخوه يبكي راح يبكي وياه. البكاء داخل الصف يولد بكاء الأطفال الباقين. لأنه هاي الرهبة، رهبة إنه صح. أنا أمي اللي حتعوفني ما تجيني بعد، هاي كلش يعني تحز بنفسية الطفل. فلهذا أشوف إنه أول يعني حقه كلش يعني أو يخاف إنه أنا أمي اللي حتعوفني هنا بالضبط واللي حتروح مثلاً. والله أنا أتذكر هذا الشيء صاير وياي واحدة من، يعني أتذكر حديد تحكي فعلًا كان عندي خوفة من إنه يروحون وبعد ما يرجعون. نعم. أعتقد يعني هذا الموضوع يمكن الأستاذ أو الست يعني يكونون هم دائمًا دور كبير، المعلمة دور كبير بينهم وبين الأم. أكيد. شلون تقدرون تتعاملون مع هذا الموضوع؟ إنه هي المعلمة هي تكون بديل الأم بالحنان بالعطوف، كيف طريقة التواصل، هاي اللمسة الابتسامة الضحكة حتى ويا الأم. احنا بداية الأمور نخلي أم الطفل أو الطالب حتى بالأول ابتدائي اللي ما مسجل روضة يخلوه تقريبا يجلس مع الطفل يتعايش مع داخل الصف لمدة زمنية لحين ما يتعود أو يتأقلم ابنه أنه خلص أني أمي. نخليها ساعة مثلا أول يوم تقعد ويا نهار كامل، ثاني يوم أخليها بباب الصف شوف ماما موجودة، لحد ما يبكي نسد الباب يطلع بس يطمئن بأنما هو يشوفها قدام عينه هي قاعدة. زين. الثالث يوم رابع يوم لحد بالتدريج ما توصل من الشباك. والله يعني جديات لحد الآن أنا عندي يتركون أطفالهم من الشباك بس إنه هي هاي شلون الرهاب راح من عنده، هو اطمئن إنه أمه وأبوه موجود داخل لحد ما شوية شوية أكو يتعود. أكو أطفال ما يتعودون والله أكو أطفال يعني الروضة يتركوها توصل مرحلة التمهيدي. هاي السنة أجاني طفل بالتمهيدي لحد الآن ما يقبل، ما يقدر. زين شلون تشوفين ثقافة الأهالي؟ يعني سابقا كان بصراحة احنا عندنا كلش موضوع الروضة مهمل فعلا، يعني آخر شيء يفكرون به رأسا مباشرة المدرسة. ولحد الآن ترى أكو أهالي يقولون هي روضة، يعني هاي الكلمة كلش تجرحني. شلون؟ يعني من يجي يقول هي روضة ليش؟ يعني ليش المدرسة غير شكل؟ ما احنا اكو خلط بين الروضة وبين الحضانة، بعض الناس يمكن اي فترة الفترة العمرية الحضانة هي بالضبط. من اول ما ينولد الطفل عمره ايام لغاية 3 سنين الاربع سنوات. الروضة لا، هو البعض يعتقد ان الروضة هي بالضبط هي حضانة بس مكان انه يكون موجود بها بوقت ان الام والاب موجودين بالبيت. بس هي كلمة هي روضة كلش يعني كلش تألمني لان هي مرحلة. شو تجاوبي؟ يعني لحد ما افهم اني واحد اقول له ليش، يعني هاي المرحله جدا مهمه لح تكون شخصيته لحد ما يكبر. شلون؟ يعني اني علمته شلون يدخل، علمته السلوك الصحيح، علمته يحترم المعلمه، علمته يقول صباح الخير. حلو. كافي انه اني علمته ايه قرانيه. هذه اجر مو بس هذا، علمتي انه اكو شخص مسؤول عليك انت لازم تحترم الموجودين. فعلا علمته انه شلون يحب صديقه.
يعتذر من عنده. اجى ضربه اكو لحد الان اولياء امور اللي يضربك ضربه، ليش؟ هذا عدوان. انا لا، اللي يضربك ابوسه واقول له العفو، هو صديقي، هو حبيبي، هو هذه يعني ترى مساحه كلش واسعه، كلش واسعه لحد ما يوصل الاول ابتدائي. وصل الاول ابتدائي هو مكتسب، مكتسب يمكن حتى يتعلم اللي يعرفه، يتعلم قراءه وكتابه. انا اكيد اكيد انا اريد اعرف شلون يعني تقدرون تحافظون على العلاقه بينكم انتم ك يعني كعمليه تربويه او تعليميه وبين الاهل، يعني شلون ما يصير مثلا انه هو ياخذ افكار من اهله وياخذ افكار من المعلمه او من الست، شلون دح يصير انه هذا التساوي يصير؟ اكو اتفاق بين كل ولي امر موجود مع كل طالب انه نعم. انا اليوم هيك علمته فانت كملي وياي. اكيد احنا عندنا جروبات، طبعا هاي من جائحه كورونا صار التواصل عن طريق الانترنت، صح، واتساب، فبقت هذه يعني مستمره بجروبات كل صف، انه جروب على الواتساب صاروا اقرب، كلش اقرب وكلش قام الموضوع سهل لنا هواي امور. لانه اكو مثلا انت اليوم عايف ابنك بروضه، جيت لقيته اطفال بيناتهم متخرموش مكتول واعداد هائله بالصف، راح تجي راح تصير عصبي اكيد، يعني انا ابني ضرب ابني، فلح نصور لهم احنا ما يدور داخل الصف بدون نقاش اللي هو صاير، يعني بدون تصنع زين اللي يصير داخل الصف يصور ويدز للاهالي. سلوك ابنك هيك، حاول انه انت تتعاون وياي حتى احنا نوصل للمرحله نقدر انه احنا مثلا نبتعد او نتلاشى هذا الشيء. راح يتعاونون وياي، اكو هواي يتعاونون، يعني احكي ويا ابنك ويا ابنك حبيبي. شنو الاشياء اللي تحسيها بعدها بها نقص تريديها اليوم تتطور اكثر؟ طبعا احنا بالتعليم وبالمدرسه هواي اكو، يعني كل ما ننطي كل ما الطالب يريد بعد. زين، كل ما احنا ننطي معلومه اكو بعد معلومات، احنا بهذه المرحله العمريه الكبار نحتاج الى معلومات، ناقصنا معلومات، صح، فهواي اكو شغلات كل ما سنه عن سنه بدنا نتوسع اكثر، سنه عن سنه بدنا نتطور اكثر، اكو هفوات نتلافاها سنه اللخ انه هاي ما قدرت اني احقق هدفي، انه مثلا الخطه التطويريه مالتي أنا بهيئتها للمدرسة هاي السنة ما قدرت، ليش؟ أكو هفوات. زين، سنة اللخ أقدر أنه أتخطاها وأعبرها وأعبرها لحد ما أوصل أنه إلى مخرجات سليمة. نعم، موضوع التربية والتعليم صراحة يمكن يكون هو من أكثر الأشياء تعقيداً اللي ممكن فعلا يكون الشخص صاحب المسؤولية عنها، كونش أنت معلمة وصوتك مبينش كذا وتأذي. هذا كله من لا هسه ترى يعني فيروس، يمكن حتى الاطفال اكثريتهم مرضى. اي مو من الصياح. لا لا ما نصيح اليوم. حلو. بس موضوع انه انت تعلمين طفل حتى يكتسب، اعتقد انت راح تتركين اثر يمكن لحد ما هو يكبر ولحد ما هو اثر التعلم ينقل أطفال. اكيد ينقل يعني لحد ما يكبر، انه هو شوفي احنا اكو شغلات مرات احنا اطفال اكو شغلات تبقى داخلنا، ذكريات، الذكريات المؤلمه والذكريات، صح، واحيانا حتى نتذكر المعلمه، نتذكر اسمها ونتذكر شنو تفاصيلها وشلون كانت تتعامل ويانا. اي فعلا مهما يكبر الانسان يعني فاثر التعلم ينقل يعني. نعم، شلون تقدرين تحافظين على على العلاقه بين الطفل والاب والام ايضا؟ احيانا اساسا ماكو علاقه بين الطفل والاب والام اساسا، يعني ماكو تواصل بيناتهم، بس انه هو يوديه ويجيبه والمهم انه هو بخير والمهم انه هو ياكل ويشرب وخلص. فعلا اكو يعني لحد الان اكو طفل يبكي ما يقبل يدخل، يعني هاي صارت عندي زين لحد قبل اسبوع طفل ما يقبل. زين انا بشايفه امه، المفروض امه تجي اشوف صفه حتى الطفل يرتاح، اشوف معلمته. زين ابنك غير، تعرفين ليش يبكي؟ صح، اتصل عليه لحد ما اتصلت اجتي قلت له المفروض من اول يوم انت عايفته يما ابو الخط خلاص. زين شلون؟ انا المفروض اكو تواصل بيني وبين الاداره وبين المعلمه. فعلا التواصل جدا ضروري. اذا ماكو تواصل او المتابعه ايضا المفروض، يعني هاي بالمدرسه التواصل والمتابعه هي اللي تطور العمليه التعليميه. ايش قد مهمه الجوانب الفنيه؟ أنا لاحظت يمكن العام الماضي كان عندك فعاليات للتلاميذ. نعم، من هسه بدينا إن شاء الله. إن شاء الله. إيش قد مهم هذا الجوانب الفنية للطفل؟ طبعاً تنمي، تنمي عنده حب التعاون، حب المشاركة، تعزز عنده روح المنافسة،
هذه اللي تشوف الطفل اللي شارك صديقه يغار من عنده يشارك وياه نكتسب المواهب. المواهب اكو مطموره انه احنا نحاول نستغلها. ممتاز. بالمناسبه يمكن الطفل اليوم هو عنده صراحه يمكن مشاكل ببدايه العام الدراسي، وانه هو هستوى بلش يتاقلم وبلش العام الدراسي يصير للنص، خلص نص السنه. نعم. بعدين يمكن يداوم شهرين ثلاثه وخلص نهايه السنه وها هي المشكله انه هو دا يكون بالبيت اكثر من المدرسه. من المدرسه والواجبات الكلش المتكدسه دا ينطوها للطلاب تمللهم صراحه. يعني انا مو بالضروره انه انطي واجب انه خمس مرات يكتبه. أيوة. وهو الطفل ينهمك. وثاني شيء هي المشكله انه المعلم او المعلمه يتخيل انه هذا الطفل عنده بس هذا الدرس. وشوف انه هناك فرق بين الرياضي الاهلي والحكومي. عن تجربه انا شفت الاهلي انه ما ينطوهم واجبات هوايه. يحاولون انه يحببون الطالب للمدرسه. زين. الطالب بمرحله الطفوله المبكره اللي هي من اول ابتدائي زين لحد نقول سادس ابتدائي. هذه المرحله راح يشوف بها تعب. يمل. صح. يمل من المدرسه، يمل ذهابه حتى الحقيبه. نعم. كلش ثقيل عليه. ايه. سابقا شوف احنا بالدول. نعم. الاوروبيه ما يشيل حقيبه الطالب. اجهزه حديثه بعد وتبقى جروبته بالمدرسه. ايه. نعم. سابقا صرنا يعني نترقب دائما شو وقت يصير الاجتماع مع الاهالي. عندنا شو وقت اجتماع. نعم. الاهالي. واذا صار اجتماع اهالي فهذا ما حد يجي. ما حد يجي. هو ليش يسموه اجتماع الامهات؟ اجتماع مجالس اولياء الامور. ليش كانوا يسموه اجتماع الامهات؟ لان بس الامهات يجون. ها؟ اكثر شيء بس الامهات يجون. والله قبل كان ماكو اجتماع يعني الاباء. يعني هسه انت شوف هي الام ترى يعني هي مبتليه بكل شيء. بس تخوف الام تخوف. شايف لك ابي قري يعني ابي تجي المدرسه وراها كتله هاي من بينها. ترى يعني نسب قليله ما يشوف ابنه هو يعفى بيعصب. هسه الاغلبيه احنا الشرقيين. أي. اسال ابنك بياصف يقول لك والله ما ادري. حاليا ماكو اجتماع خلص اليوم الاجتماعات صارت على الواتساب. لا موجوده بالسنه. لا موجوده بالسنه مرتين. أي. بشهر 11 نسوي الاجتماع. بس هسه زين اولياء الامور يقولون ما يقولون الامهات. اي مجالس الامور. نعم. ست يعني احنا جدا ممتنين لوجودك صراحه. دوركم ما ممكن انه يعني ممكن انه احنا نضيف عليه. انتم تساهمون باشياء مهمه لاجيال المستقبل ونتمنى لكم كل التوفيق. الله يسعدك. والله يسعدك جميعا. شكرا جزيلا لك. نعم. إذن مشاهدينا بختام هذه الفقره ناكد دائما على انه اطفالنا لازم نتعامل وياهم بطريقه مختلفه تماما عما كانوا ابائنا يتعاملون ويانا، لانه الزمن تطور والدنيا تغيرت وكل شيء حولنا صار متطور ومختلف. إذن نروح فاصل ونرجع لكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. لاكتشاف الذات أهمية كبيرة باكتشاف مواهب الفرد اللي ممكن أن يستغلها لخلق فرصة عمل تحقق له حياة كريمة وربما أيضا تكون حياة ناجحة. اليوم الشباب صاروا يصنعون الفرص أو يخلقون فرص العمل أكثر مما يبقون أنهم ينتظرون فرصة العمل. ابقوا ويانا وحديث حلو. ضيفتنا اليوم هي يعني صانعة لمواد أو دخلت بصناعة مواد التجميل باستخدام أوليات بسيطة، وراح نتعرف عليها أكثر وعن تفاصيل حياتها وبالسوشيال ميديا خاصة، وهي متفاعلة جدا مع أعمالها ومع ما تنظر إليه أنه مهم. لينا قاسم أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بيك. أهلا حبيبتي. متفاعلة أنت بالسوشيال ميديا؟ أكيد. أريد أعرف شنو الاهتمامات الأكثر عندك؟ شوف هسه الأكثرية بالسوشيال ميديا اللي دا يعرضون حياتهم الشخصية اللي هي تجيب تفاعل. صح. أي. بس أني متوجهة اتجاه ثاني. أني أدري هواي خريجين أني لأن كنت وحدة من عندهم تخرجنا تعينات ماكو. زين. فيظل صافن حاير ما يعرف شو يسوي.
يظل يندب حظه ويندب الحكومه ويندب يعني الشركات الاهليه. خلاص انا اشجع يبدي هو من نفسه، يعني يحقق فرصه نجاح لنفسه، هو يحقق مشروعه بنفسه. حلو. ما يعتمد على احد ثاني. وبأبسط الشغلات يعني ممكن يبلش ب100,000 خلينا نقول. فدائما يعني اسولف وياهم واشجعهم شلون يفتحون مشاريع بسيطه، لان انا من الناس بلشت مشروع بسيط لحد ما طورت يعني. شلون بدت الفكره وشلون بدت اول الخطوات؟ شوف يعني بلشت، تخرجت وتعيينات ماكو، فبلشت انه انا شنو ابسط شيء ممكن اسويه واني ما عندي فلوسي خاصه بي يعني. فبلشت اشتغل تسريح بالبيت، وسنين اني اشتغل تسريح بالبيت، والانترنت اكيد والسوشيال ميديا هو يساعدنا. فبلشت انشر شغلي وصار اقبال على الشغل. حلو. وطورت يعني شويه شويه، فسنوات اني اشتغل يعني من 2014 لحد 19، نهاية 19 أو بداية 20 فصنعت أول براند إلي، يعني أول آيتم بالبراند. العفو، أيام كورونا تقريبا أي. أول آيتم صنعته إلي كان علي أقوال حلو، هو برونتين تسريح ومعالجة للشعر. أي فهي الموضوع وين أنه أنا بلشت من الصفر، فشون أقنع المقابل أنه أنت تبلش من الصفر وممكن تصير. فالحمد لله يعني هو محتوانا حلو. وين الصعوبات؟ هو ماكو شيء سهل يعني، الصعوبات تلاقيها هواية وحتى يعرفون الناس. اي الصعوبات مثلا انت الاهل دائما مثلا ما يقبلون تشتغل، البنات ما يخلوهم يطلعون يشتغلون، يخافون عليهم، ما يقتنعون انه اكو مشروع يبدي من الصفر وينجح. هاي مشكله. هي مشكله بالضبط. يعني انا من الناس ما حد كان مأيدني على ماما، يعني انت شلون راح تشتغلي؟ من راح يقولوا لك يا بش ايش بدوخه هاي بيها؟ انت المن يعني المن تعبه نفسك. بس انا ما احب اقعد يعني، خاصه اللي متعود دراسه وامور وكليه وهيك، فصعبه يقعد. انت خريجه شنو اساسا؟ انا خريجه اداب جامعه بغداد. يعني هو لذلك عبالي انه ممكن شويه تخصص بعيد كل البعد. كل البعد بس يعني هي التعيينات وينها يعني؟ هو اللي يتخرج مجموعه طبيه بالنتيجه. انت تقدمين عمل يعني؟ الحمد لله والشكر يعني، في الحمد لله والشكر. فيعني حلو واحد يعتمد على نفسه هسه بهذا وقتنا. فقلت لك هي صعوبات هوايه يعني. اريد اعرف اقبال الناس على المنتجات الخاصه اللي هم اصحابها معروفين يعني. يعني اكو ثقه؟ اي اكو ثقه. شوف هو مبدئيا الترويج والتسويق تلعب دور، بس هو اللي يتسوق منك مره. نعم. ويعني بعد التسويق لاول مره راح يقتنع بيك، راح يثق بيك. فاكيد كل ما تنزل منتج جديد، ايتم جديد، هو راح مباشره بدون ما يعرف شنو هذا. صح، يعني صارت ثقه. اكو ثقه بيني وبين الزبون. تجربة يعني مهمه. بالضبط. اي اكيد. وهي يعني المصداقيه اهم من كل شيء، فما دام اكو مصداقيه لا يمشي المنتج يعني. شنو العوامل الرئيسيه اللي تخلي الشخص يقدر يبلش بمشروع؟ اول شيء يطلع هوايه. يعني اني ما تتخيل انه حياتي 24 ساعه لازم تليفون زين، يعني ممكن اقرا عن طريق التليفون. هسه الموضوع كلش سهل صار يعني، احنا قبل كم سنه كان اصعب الموضوع. هسه صار هواي يعني وسائل عندك، حتى اكو دورات مثلا تعليميه. صح. دورات ادخل دوره حلاقه، دوره معجنات، خياطه، كل شيء ممكن اقدر اسوي. اطلع اني مو بس الدورات، اليوتيوب يفيدني، التيك توك، يعني هي كلها مواقع التواصل ممكن تفيدني. فاني استغلها صح زين، واتعلم من عندها، وبعدين افكر اني شنو حاب. يعني أنا مثلاً خلينا نقول عندي 100,000 أريد أفتح مشروع، بس أنا إيش راح أفتح؟ فأفكر أنا شنو اللي أحبه؟ أهم شيء. أي دائماً مثلاً شو أقولهم؟ أقولهم روحوا للشورجة. إحنا كنا بلشنا شورجة والموضوع مو عيب، شورجة بيها ماركات عالمية كلش معروفة. زين. انزل للشورجة، الشورجة بيها كم أقسام، بيها يعني خياطة، بيها أقمشة، بيها مفروشات. متنوعة بيها. هي كل شيء. هي متنوعة بالضبط. واحتمال هناك واحد رايح على شيء. تغير فكرتك بالضبط، يعني يشوف اشياء ثانيه يشوف. فاروح اني كنت صدقني اروح افتر الشورجه كلها. حلو. واشتغل بكل شيء. خلاص اني ما دام عندي موقع ممكن كل شيء اسوق عن طريق الموقع. بكل شيء اشتغلت مفروشات، تكرم، سليبرات، جنط، ملاب، كل شيء اشتغلت. يعني هو الشغل مو عيب. صح. فاني اشتغلت بكل شيء، وبعدين شفت مثلا هاي الشغله اني ما ضابطتها، خلاص ابتعد عنها. يعني اركز بشغله ثانيه لحد ما ركزت اكثر، صار تركيزي على المنتجات اللي اريده انا بالضبط. بس البدايه ايضا ما كانت سهله. خلينا نتحدث عن انه انت شلون تجاوزتي الاشياء اللي ربما تعتبر ممكن انه هي تقول لك اوكفي خلاص لهنا انا وخلص، وانت تجاوزتيها. هي هاي الفكره، الفكره النجاح لازم يكون موجود طبعا، بس الكواليس.
شوفي هي المشكلة اللي كانت تواجهني كلها مرضي. هسه أنتي سألتيني من فترة، فأنا عندي ضعف بالأعصاب، وبلشت بكرسي للعلم أشتغل يعني. أوكي. بس تيجي الصعوبات، وين صعوبات كرسي صعبة يعني، يا دوب أقوم إذا أتحرك شوية خطوتين يعني ثلاثة أخاف لا أوقع لا أتخطى، هذا موضوع كلش صعب. بس الإنسان لازم يصير عنده أسرار. أنا شنو يعني قاعدة وبعدين؟ فالحمد لله يعني هي هواية يعني مرضي، حكي العالم أنت شو تسوين بالشغل، أنت وضعك الصحي، أنت ما محتاجة. صح. هو الإنسان ما محتاج، ممكن أنت ما تحتاج، أهلك أهلك مكفيك وموفيك، بس الواحد لازم عنده كيانه الخاص. صح. يشعر بنفسه بوجوده. أنا أحقق اللي أريده يعني. قد يريدون يعطوك أهلك أو حتى المتزوجة قد يريد يعطيها زوجها، مهما يكون هو عندها الدراتب وعنده وظيفته وعنده مشروع. لا بالعكس، خبية ساعد زوجها. أنا أساعد نفسي بنفسي وأساعد زوجي بالضبط يعني. إحنا هسه بظروف الرجال وحدة ما يلحق، صح لو خطأ؟ صح، استهلاكك بالضبط كل شيء نريد، والزوجة وحدها ما تلحق، فليش لا نشتغل الاثنين ونوفر كل شيء اللي نريده. واليوم صناعة صناعة البراندات الخاصة أو صناعة المنتجات اليوم صارت هي صراحة أي بنية تقدر تسويها. صح. بس مو أي وحدة تقدر تنجح. هو هذا اللي دارت أقول، مو أي وحدة تقدر تنجح. صح. تسويق مهم، وشلون تحافظ على النجاح أيضا. أوكي هو نجح تمام، بس شلون راح تقدرين تصدري لي أكثر زبائن ممكن يكونوا؟ شوفي هسه نرجع لنفس الموضوع، هو التسويق. غير التسويق الثقة أهم شيء. العفو، أكو ثقة بينك وبين المتابعين. الثقة تجي من المنتج نفسه. بالضبط. يعني أنا كنت أجيب المنتج، يعني أنا ما كان عندي لا موظفين ولا عندي كادر ولا عندي أي أحد يشتغل وياي. كنت أجيب المنتج يعني مرة من المرات حرقت شعري مثلا، زين، فأطبقه مثلا على ماما على بابا على أخوتي على ما أدري شنو هيجي، على مود نعرف انه هذا شنو اللي يفيدني وشنو اللي يضرني، حتى اني باكر من انزله اعرف شنو اسولف عنه. فما كنت يعني، هي منتجات شارجه. صح. وموجوده عنها شرح بالجوجل، موجود بالفيس، باليوتيوب موجود عنها، بس انا ما كنت اخذ شرح. التصنيع وين صار؟ حاليا يعني منتجات عندي بالبرازيل، عندي بالصين، عندي بالاردن وتركيا وايطاليا. يعني أنا اختارت البراند ما يكون من شركة مصنعة واحدة، لأن ممكن الشركة تصنع لك منتجين زين ومنتج مو زين. صح. يعني خلاص هو صناعتها هذه، فأنا إذا أختار من أصلاً كل مصنع بعض شكل. الشركات يعني التجار يشكون إنه من يصنعون للعراق شوية. مو هي لا، مو التجار يشكون هو خيرك بالمصنع. أنا عندي منتج ممكن أسوي لك إياه بدولار وممكن أسوي لك إياه ب10 دولار. أنت شلون تريده؟ فأنا بصراحة أنا ماخذ الحد الوسط، باعتبار إنه إحنا المجتمع ما يقدر يشتري الشغلات الغالية. بس هاي يعتبر مو وكالات، الوكالات ما عندهم. لا مو وكالات، لا وكالات براند ثابت. لا لا، ذاك وكالة وبراند عالمي يكون وهيك. إحنا يعني أنا الحمد لله صح عندي مطية وكالات، مطية وكالة الأمريكا، أستراليا، أوروبا، دبي، مطية وكالات، بس مو الوكالة الوكالة يعني. يعني ما صار لي هواي من بلش أشتغل للبراند. إحنا بالعكس إحنا نريد دائما يعني مثل اللي مثلك يصير إلى اسم قوي. إن شاء الله يعني بالعالم. تحتاج وقت أكيد يعني. هو البراند إحنا وياك ندعمك يعني. تسلمون أكيد. أكيد إحنا نتمنى لك كل التوفيق. صراحة الأشياء الحلوة دائما تجي من رغبة نحو التقدم. أكيد. شكرا جزيلا حبيبي. شكرا جزيلا لاستضافتكم. نعم. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ختامها كان فعلا حلو وممكن أنه هو يساهم بتحفيز الآخرين مثل ما زميلتنا صنعت فرصة عمل لها، فأنتوا أيضا تقدرون تصنعون فرصة عمل لكم. مشاهدينا وصلنا وياكم للختام، راح نشوفكم باكر على نفس الموعد. مع ألف سلامة. مع السلامة.